Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Notre cours d'aujourd'hui est la propagation des ondes lumineuses. Dans cette première partie, on va traiter les paragraphes suivants. D'abord, on va voir la nature ondulatoire de la lumière, un échauffement de la nature de la lumière. On va dire un échauffement de la propagation, le principe de la propagation rectiligne de la lumière. On va échauffer le phénomène de diffraction. وانسان جواح بالكونكليزيون انطلاقا من هذوك التجارب اللي عطاونا هذاك الفينومين ديال ديفراكسيون. من بعد غنشوفوا لا بروبريتي او لا لي بروبريتي ديال لون ديمينوز. وفي لا ديغنيغ بارتي في هاد لا بروميير بارتي غنشوفوا لا ديفراكسيون ديال لون ديمينوز مونوكروماتيك اون ديتاي وان ديتاي وهذيك ليكسبيريونس نبدا على بركه الله. اذا اول حاجه كانوا كيعرفوا العلماء على الضوء ان الضوء كيدير نيشان كي ترام كي الحلوف يعني عارف الضوء ما كيعرفش الزيكزاك كيقول لك دون زان ميليو اوموجين ياك ان فيسو ليمينو ايمي با ان غاز سو بروباج اون ليني دغوات ما معنى هذه الجمله فواحد الوسط متجانس دون زان ميليو اوموجين اوموجين ان فيسو ليمينو حزمه ضوئيه حزمه ضوئيه ها ايمي مبعوثة من طرف واحد الشعاع ديال الليزر راه كتنتشر وفق خطوط مستقيميه يعني الضوء كيتمشى نيشان هذا هو اللي كيتسمى لو برانسيب دو بروباغاسيون ريكتيلين دو لا ليمير دو لا ليمير. هذه اول حاجه عرفوها العلماء لي سيونتيفيك او لي سافون عرفوها على الضوء يعني الضوء سو بروباج اونيني ريكتيليني اونيني دغوات نيشان مزيان. ولكن ما كانوش كيعرفوا هاد لا ليمير هاد الضوء اش كتكون الضوء واش هو بنات واش هو طوبيس واش هو دران اش كيكون هاد الضوء اي شيرش كوا اي شيرش لا ناتير دو لا ليمير هاد الضوء هذا اش كيكون دونك اشنا هو سميتو المبدا العلمي لو برينسيپ سيونتيفيك اشنا هو اكسبيريونس لا رومارك بوي لا كونكليزيون اذا طالما هما كيقلبوا على الضوء اش كيكون بداو كيخضعوا الضوء للتجارب اول تجربه داروها هي جابوا واحد لوبستاك بمعنى حاجز جابوا ان لوبستاك فهاد لوبستاك كاينه ان فونت يعني واحد الشيط او واحد الفتحه صغيره بزاف خصها تكون سيفيزامون فين يعني رقيقه بزاف. اختصارا حنا غادي نعتبروا ان هاد السبوره هي الحاجز ياك وهنا كاينه واحد الفتحه هنا فتحه خصها تكون رقيقه بزاف ودوزو الشعاع الضوئي من هنا دوزو ان غيون ليمينو من هنا وحطو هنا على ليكرون شاشه دونك بالنسبه لواحد الوسطاطو بالنسبه لواحد العالم الى خديتي الشاشه المبدا ديال الانتشار المستقيم للضوء لو برينسيپ دو بروباغاسيون ريكتيني دو لا ليمير اش خصك تلقى هنا خصك تلقى ان بوان ليمينو خصك تلقى نقطه مضيئه فوق الشاشه هادشي هو المنطقي دابا انت الى دوزتي شعاع ديال الليزر ديريكت على الحيط اش كيعطيك كيعطيك واحد النقطه ضوئيه فوق الحيط كتلعبوا بها في الاقصى بعض المرات وكتسطر على الاساتذه الى اخره ما عليناش دونك ولكن ماشي هادشي اللي طرا ملي كنحطو هنا الحاجز اللي فيه هاد الفتحة اللي خصها تكون رقيقة بزاف ما كنلقاوش هادشي ولكن كنلقاو ديطاش واحد لاطاش ليمينوز كبيرة هكا يعني بقعة ضوئية كبيرة هنا واحد لاطاش صوم هنا اللي صوم هنا مظلوم ثم ايطاش ليمينوز ثم الظلام ثم كنلقاو هادشي. بالنسبة لهاد العلماء هادي راه سيتي تان شوك يعني كانت واحد الصدمة يعني انت توقعتي واحد الحاجه ولقيتي واحد الحاجه اخرى مفهوم قبل ما ننسى الله يرحم ليكم الوالدين راه الا كان هذاك الا كانت هذيك لا فونت الا كانت فيرتيكال راه نورمالمون هاد لي طوش هاد لي طاش خصهم يكونوا كيفاش خصهم يكونوا اوريزون اوريزونتال والعكس ولا كانوا الا كانت لا فونت اوريزونتال لي طاش خصهم يكونوا فيرتيكال دونك هنا حنا انا كندير هكا غير دي صعوبات راس فوق الصبوره هادي راه كتسولوا عليها في الامتحانات. دونك هاد العلماء والو راسهم قاصح بغاو يشدوا هاد النقطة يلقاو في ليكرون نقطة بدلو هاد لا فونت وداروا بلاصتها ان تخو داروا واحد الثقب خصو حتى هو يكون مضيق مفهوم ودوزوا
الشعاع الضوئي من هنا. وكانش كيتوقع كيتوقع على القناة ان بوان يمينو كان كيتوقع يلقى ديك النقطة المضيئة. كان كيتوقع انه الى داز الشعاع الضوئي من هنا غير لقى بوان غير لقى نقطة هنا. ولكن لا ما لقاش هذا الشكل، لقى واحد لو سيركل كبير صومبر هنا وهنا واحد لو سيركل مظلوم صومبر. ثم لقى هذا الشكل. دونك هادشي عاوتاني دار ليه واحد الصدمة كبيرة لأنه كيخالف التوقعات ديالو. دونك في الفوق في الوسط عفوا في الوسط غتلقى واحد لو سيركل واحد لو سيركل ليمينو كبير أو واحد لو ديسك أو واحد القرص ليمينو، ثم سيركل صومبر يعني دائرة مظلمة، سيركل ليمينو سيركل صومبر سيركل ليمينو بالتتابع. كتسولو على الشكل إلا كان عندك لا فونت يعني إلا كان عندك الفتحة دايرة هكا كيخرجوا ليها ليطاج. وحده ضوئية وحده مظلمة وحده ضوئية وحده مظلمة هكذا. إذا كان الشق عبارة عن أن خو عبارة عن ثقب راه كيخرجوا ليا هكذا مزيان. إذا أشنو هو هذا الشيء اللي طرا لهذا الضوء؟ شفنا في الدرس الثاني أنه الضوء عفوا كنا شارجين لي زوند أنه لي زوند الموجات ملي كيجيو وكيتلاقاو في الطريق ديالهم واحد لوبستاكل في واحد الفتحه واحد لا فونت اش كيطرا لهم كاين عندهم هذا الشكل هذا كيتغير الشكل ديالهم كيتسمى لو فينومين دو ديفراكسيون. نفس الشيء اللي طرا الضوء ملي لقى عنده واحد لا فونت ملي كتكون هكا او لا كتكون تخو كيتغير الشكل ديال الضوء. دونك قالوا عارفوا هذا الضوء هذا il se comporte comme un ondes يعني كيتصرف كما كيتصرفوا لي زوند. اذا هذا الضوء يقدر يكون حتى هو أنوند. دونك هنا أشنو هما الأسئلة اللي كيتسولو فينا؟ أش غيقول لك أشنو هو لو فينومين غوماخي؟ غتقول لي لو فينومين دو لا ديفراكسيون دي نوند ليمينوز. مفهوم؟ أش غيقول لك أشنو هي لا كونكليزيون اللي غتعطي كذا؟ غتقول لي لا كونكليزيون هي أن لا ناتير دو لا ليمير إي كي نوند أو لا لوند أ إن ناتير أونديلاتوار. الله يحفظك ولكن كنتمنى يكون مفهوم مزيان. حنا دابا لو فينومين دو ديفراكسيون هو هذا وعطانا لا كونكليزيون. اشنا هي لا كونكليزيون؟ لا ليميير اي كي نوند او لا تو سامبلومون سيت اكسبيريونس سيت اكسبيريونس مونتر لا ناتير ondulatoire de la lumière. Il y a un chiffre que vous devez faire au Walla Kabira. Le principe de propagation rectiligne de la lumière en adorant et attaché le son des droites rectilignes. لو فينومين دو ديفراكسيون هو انه الشعاع الضوئي الا كان جاي لقى في الطريق ديالو انا بصات واحد الحاجز فيه فتحه، الا كانت ديك الفتحه هكا غيعطيني ليطاج، الا كانت الفتحه عباره عن تخو غيعطيني دي سيركل. ثم لا كونكليزيون هذيك ليكسبيرونس كتبين لنا بان الضوء راه حتى هو عباره عن موجه. يعني الضوء سيتي نوند. مزيان. الان غندوزو لثانيه كبيره. اسيدي حنا ملي هاد الضوء ايتي موند اذا عندو لي بروبريتي ديال لي زوند. شنو هما لي بروبريتي ديال لي زوند اللي شفنا في الدرس الاول؟ عندو لا فيتاس دو بروباغاسيون عندو لا فريكونس اتجاه V فوا T لاندا اتجاه V فوا T اتجاه V سير F غتبقى حتى هي صحيحة ياك حتى في إيمون ديمينوز. ولكن شنو هو الفرق؟
اما الضوء ملي كيكون كيتمشى فيه سافي في الهواء او لا في الفيد كتكون عنده واحد السرعه اللي هي اكبر سرعه في العالم مكتشفه اللي هي سي اللي هي 3 فوا 10 لا بويسونس 8 متر بار سكوند. اذا ما العلاقه غتبقى كما هي ولكن غتكتب لاندا ايتيغال سي فوا تي ايتيغال سي سي اف. لاحظ بانه خلينا نفس العلاقه. علاش؟ لان قلنا الضوء راه حتى هو سيدي راه موجه دونك عنده لي ميم كاركتيريستيك ولا بروبريتي اللي عنده سو سون لي بروبريتي ديال لي زوند غير فقط الا كان التمرين غير من الوادي الا كان التمرين في الهواء في الهواء او لا في لو فيد راه الضوء غيتمشى بهاد السرعه السي ولكن الا كان في لوطخ ميليو مثلا في لو ولا في لو فير الضوء ما غيقدرش يتمشى بهاد السرعه السي ولكن غيتمشى بواحد السرعه اللي هي في اللي هي قطعا غتكون اصغر من السي وديك العلاقه كتولي لندا كتساوي في فوا تي اللي هي في على اف. اذا دزنا من لي بروبريتي دو نون ديمون دي مينوس لا غندوزو لا ثلاثيام بارتي او دي ديفراكسيون دي نون دي مينوس وهادي مهمه جدا 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 لحقاش ديما كتلقى في الفروض وفي الامتحانات الوطنيه دائما. تبعوا معايا هاد الشكل ضروري تفهموا وتحفظوا لان بعض المرات كيطلب منك تصميم. كاين هنايا واحد الفوند لي ليبيسور ديالها او لا لا لاجور ديالها كيتسمى في التمارين بوتيت ا. كنجيب ان غيون ليمينو هذا الغيون ليمينو قلنا بانه 60 موند اذا عنده هذا ان غيون ليمينو دو لونغور دوند لندا مهمة مزيان وكنحط هنا انيكرون شاشة باش نشوف اش غيطرا وقلنا بانه هنا اش غادي نلقاو غنلقاو ان غون طاش دي مينوس ثم بلاصة مظلومة ان طاش سومبر ان طاش دي مينوس سومبر هكا. المهم ديما هذيك الوسطانية راه كتكون كبيرة وهذيك لا طاش سونترال مهمة جدا 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 كنعتبرو عندها واحد الطول اللي كيتسمى في التمارين ال كبيرة ال ماجيستي. دونك كنديرو لي دوز اكستريميتي ديالها بهاد الطريقة وكنكملو هذا كأنه ما طرا والو هكا. كتولي عندي هنا واحد لونغ لطيطة وهنا هاد لونغ لطيطة وهاد لا ديستونس اللي كتفصل ليا ما بين لا فونت ما بين الشوك وليكرون كتسمى في التمارين ديما كتسمى ديماجيسكي كتسمى ديماجيسكي ما كتسمى ديماجيسكي. اذا دابا هاد الشكل اللي غيتعطى ديما والله عندي لكم وليين راه كنقول لكم راه نورمالمون ملي كتكون لا فونت هكا فيرتيكال خاصها لي طاش يكونوا اوريزون اوريزونتال وملي كتكون لا فونت اوريزونتال خاص لي طاش يكونوا فيرتيكال غير حنا دابا صعوبة الراس فوق السبورة مزيان. هاد التيطا اش كتسمى هاد التيطا؟ عندها واحد السمية مهمة كتسمى ليكار اونجيلير. هاد ليكار اونجيلير أول علاقة كنقولو بعض المرات نعرفو هذاك ليكار اونجيلير. هذاك ليكار اونجيلير عنده واحد العلاقة أنتوما غادي تخلوها في البار كتسمى لا غولاسيون دو ليكار اونجيلير. هاد الرولاسيون هي تيتا اتيغال لاندا ديفيزي بار ا ودور عليها مهمة جدا جدا وخاصك تحفظها اليوم غيبقى ديما في الامتحانات الوطنية وفي الفروض غيطلب ليك الرولاسيون دو ليكار اونجيلير تيتا اتيغال لاندا. اشنا هي لاندا؟ هي لا لونغور دوند ديالو غيون يمينو اللي كاين عندنا وهاد لاندا خاصها تكون هاش بالمتر. هاد ا شناهو؟ هو ليبيسور او لا لا لاجور ديال هاد ديال هاد الفونت وحتى هو كيكون بالمتر وتيطا راه براد براديان راديان راه كيتطابرش واحد سميتو. اذا هاد العلاقه تيطا ايتيكا لاندا على ا هي لا غولاسيون دو ليكار اونجيلير. من بعد هاد الشكل كنجبدو من واحد العلاقه كتمكننا نعرفو قداش هاد لاطاش
سونطال كبيرة كنخدمو ديما بطونجون تيطا. علاش كنخدمو بطونجون تيطا؟ لأن فين كنخدمو هنا؟ كنخدمو فهاد لو تخيونغ، فهاد المثلث. شتي هاد المثلث؟ شتي هنا؟ سوا خدمتي فهاد المثلث الفوقاني ولا المثلث التحتاني، خصهم يكونو هما منقادين. إذا غنخدمو بطونجون تيطا، ياك؟ لاحظ معايا طونجون تيطا وتبعها. اتجاه اش طونجون تيطا كتساوي هذا الضلع المقابل، ها هو غنولو ليك بالزرق باش يبان لك. إذا شحال غيكون؟ غيكون نص تاع الكاميرا، فبالتالي غيكون ان على جوج. مقسومة على ايش؟ مقسومة على هذا، على هذا. ها اللي هو لو كونتي ادجاسون، هذا لو كونتي اوبوزي ديال المقابل، وهذا لو كونتي ادجاسون ديال المحادي. لي طول ديالو هو هاد الديليت اللي كاين هنا دي. إذا هذه غتعطيني اش؟ أن طونجون تيطا غيساوي ال على اش؟ على جوج دي. فقط هادي كطلع لي هنا، تعطيك طونجون تيطا. من بعد ديما ملي كتشوف هاد الشكل في الامتحان أو في الفرض، راه كتخرج واحد لوتخيك كتقول ليه بويسكو تيطا إي بتيت لاخاش تيطا صغيرة، راه طونجون تيطا اتيغال ابرو بخي تيطا. وهادشي كيمكنني اش؟ طونجون تيطا شكلنا عليها دابا كتساوي ال على جوج دي، كتساوي اش تيطا؟ شكون هي تيطا؟ لاندا ديفيزيب بار ا. من بعد يكفي تطلع علينا وغتعطيك ان ال اتيغال دو دي فوا لاندا ديفيزيب بار ا. هاي وهادي مهمة جدا جدا جدا، وتمكنني نعرف لا راجو ديال هاد لاطاج سونترال، نعرف لا راجو ديال هاد لاطاج سونترال، أو لا بغيت نعرف أنا ليبيسور ديال هاد لافونت، يقدر نطلع أ نهبط إل وتولي عندي أ كتساوي جوج دي فوا لاندا على ياش على إل. دونك هادشي راه مهم جدا جدا. الآن قلنا بأن هاد لو فينومين سميتو لو فينومين دو ديفراكسيون، غايقول لك أشنو هما لي فاكتور انفليونسون هذا لو فينومين دو ديفراكسيون. كاين دو فاكتور، يعني امتى كتكبر هاد الكوميرا هادي، امتى كتكون هاد لاطاج سونطال كبيرة، حيت إلا كبرات هادي كيقول لك لو فينومين دو ديفراكسيون إلي بليز امبورتون. دونك باش تكبر هادي عندي جوج د العلاقات، جوج د الحلول. امتى غتكبر هادي؟ بطبيعة الحال كبرت هاد التيطا هادي، دونك من هاد العلاقة يا إما غتكبر لاندا يا إما غتصغرها. لاحظ بالكوين هادي أهم فقرة على الإطلاق. دونك هنا عندك دو شوا، كيبقى يسولك في التمارين مثلا كيقول لك عندي لاندا روج مثلا كيقول لك هي 500 نانومتر ياك، ويقول لك نديرو 600 أنا غير كنقدر لي فالو ياك، ومثلا لاندا في يقول لك 560 نانومتر. وشكون خصني نستعمل باش نلقى ان فينومين دو ديفراكسيون بليز امبورتون؟ بطبيعة الحال كل ما كانت لاندا كبيرة كل ما بقيت ان فينومين دو ديفراكسيون بليز امبورتون. إذا خصك تستخدم الكبير الكبيرة باش هاد لاطاج تكبر، وبالتالي أو إلا كبرت لاطاج إلا كبرت تيطا ولا كبرت تيطا كتكبر هي. دونك باش هاد لاطاج سونترال تكبر وبالتالي تحصل على ان فينومين دو ديفراكسيون بليز امبورتون. الطريقة الثانية هي نصغرو هاد ا، كل ما كانت هاد ا صغيرة كل ما كانت هاد ا صغيرة كل ما لقينا لو فينومين دو ديفراكسيون بليز امبورتون. مزيان، بقات واحد خمسة دقايق مهمة جدا باش نشرح لكم واحد الحاجة أيضا كتعطى في الفرونت. في الفروض كتلقى بعض المرات راه سميني كان الشكل ذلك هنا تيطا وذلك هنا واحد لا وذلك هكا. الله يعملك ويهين ملي كتشوف هذا الشكل في الامتحان او لا في الفرض او لا في الامتحان الوطني، راه ماشي بغا يزوق الورقه. علاش كيصلح هذا الشكل؟ كنجبد منه لاندا، كنجبد منه لا لونغور دون بلاندا. غتقول لي كيفاش اوصل؟ نقول لك سهل، هذه اشنا هي؟ هذه 60 دوات لينيير او لا اي فونكسيون لينيير. كيفاش كتكتب لا فونكسيون لينيير؟ كتكتب كيف اف اس ا اكس كتساوي اكس، زعما خطيه. انا ما غاديش نستعمل ا غنكتب كا اكس. علاش انا تجنبت ا؟ لانه كاين في الرمز ديال العلاقه اللي غنخدم بها بعض اللحظات. دونك بلاس اي يعني فلاكس دي زوردوني، اش كاين في بلاس اي كاينه تي تيتا. في بلاس دي سيكس اش كاين فلاكس دي زابوسيس؟ كاينه واحده لا ولا كاينه كا مزيان كا غير هي. لا
La relation de la différence angulaire est spectre, il est fia. Fia theta, qu'est-ce que ça veut dire dans la même année? Yani theta, هي H. Lambda, nous donnons pas fois de la A. Il a fait un petit lien. Il a dit la comparaison, même une année où il y a chez Ibanik. Rébanik, car il y a lambda. Quel est le zéro à Tbani? Mais je suis mouchkin. T'as pas de facile à faire une année très vite. Donc, qu'est-ce que c'est? هي تيتا مقسومة واحدة على أ وهاد لامدا شناهي هي تيتا مقسومة واحدة على أ يعني هاد واحدة على أ نزلناها لتحت أش كتلاحظ كتلاحظ بأنك هو لامدا واش كيكون كا هو لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات كتاخد دو بوان هادي دابا تيتا جوج هادي دابا تيتا أن وهادي القيمة اللي هنا واحد على أ جوج والقيمة اللي هنا واحد على أ واحد وكتقول لي كا هي لندا انطلاقا من هاد الشيء اللي عطيت ياك وكدير لي تيتا دو موان تيتا أن على واحد على أ دو ناقص واحد على أ أن وكتحسبها وكتولي كتجبد لندا من هنا غير الله يخليكم هنا رد البال مثلا اللي يكون كتبيك هنا فوا بيسا لا بيسونس موان كار ولا شي حاجة كتضطر مثلا يعني هاد الشيء خوش يبات أنه مثلا تقدر تكون هنا مثلا جو سي با جوج في 10 أس ناقص تا وهنا مثلا هادي راه زيرو هادي مثلا جوج وهادي راه زيرو غادير جوج في 10 أس ناقص تا ناقص زيرو علاش على جوج ناقص زيرو دونك غادي يعطيك 10 أس ناقص تا مثلا ها متر اللي هي اش المهم اللي هي 10 أس ناقص تا متر كنتمنى انكم فهمتوا ونتلاقاو في الجزء الثاني وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.